نروح دلوقتي لأخبار الدوري المصري الممتاز. امبارح كان في ماتش مهم، مع انه يعني مش من الماتشات اللي على قمة الدوري. فرقتين في الدوري المصري، منهم فرقة عريقة ليها باع طويل في الكرة المصرية، وفرقة بتنافس لأول مرة في الدوري المصري، بتقدم مستويات جيدة جدا، تشكيلة جديدة من اللعيبة لسه بياخدوا على بعض وبيعرفوا بعض وبيتمرنوا مع بعض لأول مرة هذا الموسم، محققين نتائج جيدة جدا جدا على فرقة جديدة، شكل من أشكال الاستثمار الرياضي بكل سلبيات وإيجابيات الموضوع. ماتش ما بين الإسماعيلي ونادي بيراميدز في الدوري المصري. الإسماعيلي امبارح حقق مفاجأة. ليه مفاجأة؟ لأن الإسماعيلي أداؤه في خلال هذا الموسم ضعيف بعد ما مشي نور الدين مضو، وجي مكانه المدرب الحقيقة شاطر جدا جدا يعني، والزملكاوية حزنانين عليه بصراحة، فييرا مدرب الزمالك السابق ومدرب الإسماعيلي دلوقتي اللي لعب أول ماتش ليه امبارح مع الإسماعيلي قدام بيراميدز. ليه بقولنا الإسماعيلي حقق مفاجأة؟ لأنه بكل بساطة الإسماعيلي ليه باع طويل في الكرة المصرية، في أفريقيا وفي الكرة المصرية، وطبعا اسم كبير جدا، وطبيعي أنه يكسب فرق شبه فرق بيراميدز، وطبيعي أنه يبقى بينافس أهلي وزمالك أكبر فرقتين في مصر. الإسماعيلي كسب امبارح بهدفين دون رد 2-0. بيراميدز ده أول ماتش يخسره في الدوري من بدايته، وأول مرة يفشل في إحراز هدف في أي من مبارياته. الماتش كان في الجولة الـ11 للدوري المصري، في المباراة أو في استاد الإسماعيلية، وماتش أقيم في الإسماعيلية بقيادة جورفان فييرا المدير الفني البرازيلي للدراويش، ودي الهزيمة الأولى زي ما قلت لحضراتكم لفريق بيراميدز اللي لعب في الدوري قبل الماتش ده 8 ماتشات، يعني ده الماتش التاسع. خسر الماتش التاسع، فاز في 4 وتعادل في 4. بيراميدز لأول مرة بيفشل في التسجيل في هذه المباراة. طبعاً كلنا عرفنا ايه اللي حصل في الماتش. كابتن احمد حسن كان عنده بعض المشاكل مع حكم المباراه، كان عنده مشاكل في الجمهور، قال ان جمهور الاسماعيلي دخل الماتش وخافوا على جمهور بيراميدز وسحبوا جمهور بيراميدز من الاستاد عشان جمهور الاسماعيلي كان كتير، وان بيراميدز الفرقه الوحيده اللي في الدوري اللي ما عندهاش جمهور او لا يسمح ليها بدخول الجمهور. ماشي، بيراميدز عندها جمهور، يعني الأسيوطي عنده جمهور مش عارف، بس تمام بيراميدز عنده جمهور، والجمهور خاف امبارح وسحبوه عشان جمهور الإسماعيلي. برضو هو لعيب على اتحاد الكورة بصراحة، يعني هنفضل نلف في دواير كده كتير ونرجع تاني لاتحاد الكورة ومشاكل اتحاد الكورة ولخبطة الدوري المصري. يعني نتكلم بكل بساطة كده ان الدوري بتاعنا عندنا الانتاج الحربي اول الدوري، بعديه الزمالك الثاني، سموحه الثالث، بيراميدز الرابع، الجونه الخامس. تعالوا نشوف كل فرقه بقى من دول لعبت كام ماتش. 11 الانتاج، الزمالك لعب 8، سموحه لعب 10، بيراميدز لعب 9، الجونه لعب 10. اشكال واصناف والوان من الدوري المصري. يعني الاهلي فاضل له 5 ماتشات مؤجله، الاستادات فيها مشاكل، يعني مش الموضوع غريب جدا بصراحة. كمان امبارح في مباراة بيراميدز والإسماعيلي حصل برضو بعض الهتافات كده اللي ضايقت ناس وبسطت ناس الصراحة. في ناس اتبسطت، يعني جمهور الأهلي اتبسط، قال احنا مش لوحدنا. بس في الآخر للأسف ده بيحصل في ملاعب العالم كله، ليس دفاعا عن الإسماعيلي ولا هجوما على الإسماعيلي، بس هو طول الوقت فيه هتافات في ملاعب كرة القدم في العالم كله. إذا اجتمعت الهتافات في اتجاه واحد فلابد من دراسة الموقف ونشوف إيه اللي غلط ومخلي الناس دي كلها تجتمع على حاجة، ونحاول نصلح الحاجة دي، لأن احنا برضو في الآخر ما مش عايزين يبقى فيه شتايم في المدرجات. ده إذا كان في مدرجات، إذا كان في جمهور بيحضر ماتشات، إذا كان امبارح الإسماعيلي حضر ليه بعض الجمهور أو عدد كبير من الجمهور زي ما كابتن أحمد حسن بيقول، كامل الاحترام لكابتن أحمد حسن عميد لاعبي العالم، بس في الآخر لازم يكون في منظومة واضحة، يا جمهور هيحضر يا جمهور مش هيحضر،
عدد الجمهور يكون ثابت، او نفتح الجمهور مرة تانية ويكون في تأمين حقيقي من قوات الداخلية خارج الاستاد، ويكون في شركات امن ستيوردز موجودين جوه الاستاد بينظموا دخول وخروج ومسؤولين عن الامن والامان داخل الاستاد. بتهيألي الجمهور اتعلم، مفيش شغب بيحصل دلوقتي اللهم الا الهتافات اللي بتحصل في الفترة اللي فاتت واحنا متابعينها، بس ما دام احنا عارفين ان في هتافات وشتيمه وبتحصل في العالم كله للاسف احنا مش مبسوطين بده خالص، بس لازم نعرف ده حاصل ليه ونحل المشكله دي والموضوع يمشي، مش هنفضل واقفين بقى كل شويه لا ده الزملكاويه بيشتموا في الاهلاويه والاهلاويه بيشتموا في الزملكاويه والاسماعيلاويه بيشتموا في بيراميدز وبيراميدز متضايقين وعايزين نشجع الاستثمار وكده ضد الاستثمار وودنك منين يا جحا، وفي الاخر نفضل في نفس الحلقه المفرغه واحنا بكل صراحه الدوري المصري محتاج فلوس. الدوري المصري فعلا محتاج فلوس لان احنا عندنا دوري الى حد ما جيد جدا، بس في دوريات تانية سبقتنا للاسف في المنطقة العربية بعنصر المال، بيقدروا يجيبوا لعيبة من بره، ممكن تكون لعيبة في اواخر عمرها بس بتأدي، عندهم استادات، عندهم نقل تلفزيوني حقيقي، عندهم نجيلة محترمة مش شبه النجيلة اللي مثلا موجودة في استاد السلام اللي اثرت على لعيبة عندنا نني وعمرو طارق ومحمد صلاح، ففي مؤسسة كروية، في حاجة ثابتة وواضحة، لازم احنا نعمل ده، فاحنا محتاجين استثمار رياضي، نفتح الاستثمار الرياضي. إذا كان بيراميدز هو أول فريق فيه استثمار رياضي فخد الخبطة في وش المدفع زي ما بيتقال كده هو اللي في الأول، فنبتدي نتعلم من الغلطات دي ونصلحها ونشوف إيه اللي ناقص أو إيه اللي زايد ونقلله واللي ناقص ونزوده. ودي نقطة مهمة جدا، اللي زايد لازم نقلله واللي ناقص نزوده، مش اللي ناقص بس نزوده، لا في حاجات زايده لازم نقللها. مش طبيعي ان يبقى في جمهور فرقتين، ودي نقطه غريبه جدا الناس كانت بتتكلم عليها على السوشيال ميديا امبارح، ان الاول مره من فترات طويله جدا جمهور الاهلي اللي معروف ان هو جمهور الاسماعيلي عندهم يعني مش عايز اقول عداوه ومش عايز اقول طار، بس عندهم كده منافسه قويه، كلنا عارفين الاهلي والاسماعيلي، ان جمهور الاهلي يشجع الاسماعيلي ضد فرقه، ما بتحصلش، ما شفناهاش الا لو بقى الاهلي والاسماعيلي متساويين في النقط وفي اخر ماتش في الدوري والاسماعيلي بيلعب فرقه تانية، فالاسماعيلي لو اتعادل الاهلي ياخد الدوري، او العكس الاهلي بيلعب فرقه والاهلي اتعادل الاسماعيلي ياخد الدوري، فتلاقي الناس بتشجع الفرقه التانية. بس الاهلي امبارح جمهور الاهلي كان بيشجع الاسماعيلي، وكان في طار مع بيراميدز، او في منافسه بلاش طار مع بيراميدز، فلازم نشوف ايه اللي زايد وننقصه واللي قليل ونزوده ونستفيد من التجربه دي. وما احنا عندنا اشكال تانية من الاستثمار الرياضي، يعني عندنا في شركات زي بتروجيت وشركات زي ام بي وشركات زي مصر المقصه، ده استثمار برضه في كره القدم، ده استثمار في كره القدم، بس يهمنا يكون في استثمار من بره. ومعانا على التليفون دانيا. استاذ حسن، احنا محتاجين فعلا استثمار في مصر صح؟ صباح الخير يا فندم، صباح حضرتك وعلى الساده المشاهدين، اهلا بيك. محتاجين نستفيد من تجربه الاستثمار اللي في الدوله المصريه عموما في كره القدم، لان احنا بالعربي كده وعلى بلاطه ناقصنا فلوس في الكوره. هي الرياضه في مصر وكره القدم بالتحديد يعني بقت صناعه، وصناعه مهمه جدا ولازم نعتمد فيها على الاستثمار. يمكن تجربه بيراميدز شبه بعض اللغط نظر لوجود السيد تركي آل الشيخ وخلافاته مع رئيس النادي الاهلي، لكن احنا محتاجين استثمار، محتاجين اكيد استثمار. يعني بيراميدز تجربه ناجحه بكل المقاييس، يعني احنا لو شفنا بس موهبه زي اللاعب البرازيلي كينو في الدوري المصري، ده برضه من فوائد الاستثمار او من مكاسب الاستثمار الرياضي في مصر او من مكاسب تجربه بيراميدز. لا، هي تجربة ناجحة رغم ان السقوط امبارح او الهزيمة امبارح قدام الاسماعيلي، لا بيراميدز تجربة ناجحة، محتاجين منها كتير في مصر، مش يعني التجربة وتعدي. لو مسكنا التجربة دي وطلعنا ايجابياتها وسلبياتها، هي سلبياتها هي التأثير شوية على الاندية الغلابة او الاندية الشعبية، لان انت لما بتبص مثلا لنادي زي بيراميدز عقد صفقات مثلا لو قلنا مثلا ب 300 400 مليون
نادي زي الاتحاد السكندري ما عندوش اصلا 50 مليون يعمل صفقات، نادي زي مثلا المصري البورسعيدي ما عندوش 50 مليون يعمل صفقات. فبالتالي اللي بتاثر ايه؟ اللي بتاثر انديه الغلابه. لازم الانديه دي تدور على موارد عشان تقدر تجاري فكره استثمار، لان عاجلا ام اجلا هيبقى في استثمار في مصر، وهيبقى في انديه استثماريه في مصر، وهيبقى في تجارب مماثله لبيراميدز في مصر. طيب ايه رايك في موضوع ان الدوري في مصر دلوقتي كل فرقه لعبت عدد ماتشات شكل؟ يعني عندنا فرقه لعبت 10 11 و8 والاهلي فاضل له 5 ماتشات مؤجله. هل اتحاد الكوره مظلوم في النقطه دي نظرا للالتزامات القاريه؟ لا هو موضوع اتحاد الكوره، يعني انا شايف ان السبب في ده هو ان صوت الانديه اعلى من صوت اتحاد الكوره. مش 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 منطقي ابدا يعني ان الاهلي يلعب يوم السبت مع وفاق الصيف وما يلعبش يوم الثلاث عشان خاطر عنده يوم الحد اللي بعديه ماتش تاني مثلا في البطوله العربيه. مش منطقي خالص. يعني احنا بنشوف الدوريات الاوروبيه بتتلعب ازاي، معروف 3 و4 دوري الابطال سبت وحد الدوريات المحليه. كذلك الامر المفروض يطبق في افريقيا او في مصر بشكل تحديدا. يعني ما ينفعش يكون الاهلي يبقى عنده مثلا ماتش كمان 8 ايام فانا اجله ماتشين في الدوري او ماتش في الدوري عشان خاطر يقدر يستعد للماتش ده. ما فيش كده. الفريق اللي بيلعب على بطوله بيتحط تحت ضغط، بيبقى عنده بدائل للعيبه بتاعته. ولا اللعيب المصري مش قد ان هو يلعب ضغط المباريات دي، يلعب له ماتشين؟ لا ولا اللعيب المصري ما بيلعب، يعني ما احنا بنشوف محمد صلاح بيلعب، مش فكره عقليه لاعب مصري. بس يعني احنا عندنا واحد بس محمد صلاح في وسط كل لعيبه الكوره برضه. لا لا ما عندناش يعني محمد صلاح بس، عندنا محمد صلاح، عندنا محمد النني، عندنا كلهم بيلعبوا دوريات ابطال. يا سيدي الفاضل عندنا 20 لعيب زي محمد صلاح. بس هي الفكره انت الدوري المصري انت كل القايمه كام دلوقتي؟ الواحد اتلخبط بقت 20 ولا 25 ولا 30؟ 25 القايمه بقت 25. 25 في 18 في 18 فريق، فيعني فيهم كم محمد صلاح؟ بس هي الفكره في الاساسيه، هو العيب عند اتحاد الكوره انه بيوافق على البطولات الكتير، يعني انه يسيب اهلي وزمالك يلعبوا بطوله افريقيا ويلعبوا دوري ويلعبوا كاس ويلعبوا بطوله العربيه، مش زياده شويه؟ ولا فكره المعلن والدعايه والاعلانات اللي بتضغط انها عايزه الاهلي والزمالك مخليه اتحاد الكوره غصب عنه يوافق على حاجات شبه كده؟ هي البطولات اللي بيلعبها الاهلي والزمالك في مصر هي البطولات اللي بتتلعب في كل دوريات العالم، احنا بيزيد علينا بس البطوله العربيه. يعني ما فيش دوله في العالم ما عندهاش دوري وكاس وبطوله قاريه. الزمالك ما عندوش ارتباطات غير البطوله العربيه وكاس مصر والدوري. الاهلي عنده البطوله العربيه وكاس مصر والدوري وبطوله افريقيا. يمكن اولويه بطوله افريقيا عند الاهلي وعند الاهلاويه وعند مجلس اداره النادي الاهلي بتخليه يركز اكتر على البطوله دي. لانها بطوله حقيقيه برضه في الاخر، يعني بطوله معترف فيها فيفا. بالتاكيد بس مش منطقي كثره التاجيلات دي. ليه صوت الاهلي اعلى من صوت اتحاد الكوره؟ صوت الزمالك اعلى من صوت اتحاد الكوره؟ لا المفروض ما يكونش ده موجود. عشان الاهلي والزمالك يعني قوي ولا عشان اتحاد الكوره ضعيف؟ ممكن تحسبها الاثنين يعني. انا هعافيك في الاجابه. الناقد الرياضي حسن السعداني انا بشكرك شكرا جزيلا.